اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء، رجعنا لكم تاني مره اخرى مع صديقه جميله من زاويه الرضا. تحديات كتير وصعوبات كتير بتواجهها، لكنها بتقدر تتغلب عليها. صديقتنا الجميله ايقونه من ايقونات النجاح ورمز من رموز قوه الاراده، ابتسامه جميله كلها وعلى ساق واحد وعكاز من المعنى. بتتحدى صديقتنا الجميلة الإعاقة وعلى طريق النجاح، بتاخد خطواتها خطوات بسيطة كلها أمل وشجاعة وثقة بالنفس.